بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فقد تكلمنا عن ثمرات التقوى العاجلة والآجلة، فإن قال قائل كيف لي أن أحوز يعني هذه الجوهرة النادرة وهذه الدرة الفاخرة تقوى الله عز وجل؟ أقول بحسب الاجتهاد وليس على سبيل الحصر، هناك يعني أسباب خمسة للوصول إلى تقوى الله عز وجل. السبب الأول أن تستشعر في قلبك قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك، فالله عز وجل قريب، هو فوق سماواتي وهو قريب عز وجل، ليس كمثله شيء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن التقوى كما بينا في بداية حلقات التقوى استشعار هذا القرب، أن تستشعر هذا القرب من الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فالله عز وجل مع ما من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فاستشعار يعني هذه المعية وهذا القرب من الله عز وجل يجعل العبد يستحي من الله عز وجل كلما استشعر هذا القرب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في تعريف التقوى هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. ليس من كان في قصر الملك على بساط الملك وينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فنقول التقوى هو استشعار هذا القرب يعني من الله عز وجل، فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني لتقوى الله يعني عز وجل أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام، فكل بلاء في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الشرور والآلام والمصائب؟ وما الذي أخرج آدم من الجنة والذي طرد إبليس ومخته ولعنه وجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عيني غاية السخوط وصار خوادا لكل فاسق وظالم ومجرم، رضي لنفسه بتلك القيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. ما الذي أرسل على عاد الريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسومة فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية، كانت الريح تحمل واحد منهم إلى السماء ثم تخذف به على الأرض فينكسر رأسه، ثم تدخل الريح في جوفه فتسلت ما في جوفه فصاروا كأنهم أعجاز يعني جذوع نخل خاوية خالية من الداخل. وما الذي أرسل على ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم، وما الذي أغرق فرعون وجنوده ثم أرسلت أرواحهم إلى النار فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، وما الذي أرسل على بني إسرائيل رجالا أولي بأس شديد فقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، فما في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. من أسباب التقوى كذلك أن تتعلم كيف تخالف هواك وكيف تطيع مولاك. لماذا يغلبك الشيطان دائما؟ لماذا لا تغلب أنت الشيطان وتفعل ما يحبه الرحمن يعني عز وجل؟ أن تتدرب كيف تخالف هواك وتطيع مولاك. ولنا وقفة يعني أخرى يعني مع أسباب التقوى وكيف نتقي الله عز وجل في لقاء يعني مقبل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم،
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.